السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو غادي يخص إن شاء الله صفحة 73 من كتاب المتعلم والمتعلمة منها النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. كنتمنى من كل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي أنه يشترك في القناة ويفعل زر الجرس باش يبقى وصلوا جميع الفيديوهات اللي كنقدم، والمتتبعين الأوفياء يبارطاجيو القناة مع الأصدقاء والصديقات ديالهم باش تعم الفائدة إن شاء الله. إذا اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم الحصة الثالثة، مكونات الغلاف الجوي لي كونستيتيون دو لاتموسفير اللي كيخصو الوحدة السادسة، الماء والهواء لو إلير. وغادي يكون الهدف من هذا الدرس هو أننا نحدد بعض الغازات التي يتكون منها الغلاف الجوي، وكذلك استنتاج أهمية الغلاف الجوي بالنسبة للحياة على سطح الأرض، يعني أين يتجلى دور الغلاف الجوي وأهميته للحفاظ على حياة الإنسان داخل على سطح الأرض. مزيان، إذا كما عودتكم دائما كنبداو بصورة الانطلاق وكذلك بهذه الوضعية اللي كاينه في ألاحظ جوبسر. إذا كما كتلاحظوا هنايا واحد الصورة ديال أشخاص يمارسون الرياضة، إذا وتحت منها واحد التعليق: يستحسن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. إذا يستحسن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، يعني برا في الشارع، في مناطق خضراء، في طريق مثلا. إذا عند ممارسة رياضة الجري لاحظ كريم أن جسمه يحتاج لكمية هواء أكبر للتنفس، فتساءل عن مكونات الهواء وأهميته في الحياة. إذا هاد كريم أثناء ممارسته للجري، يعني كان كيجري وحس بأن الجسم ديالو كيحتاج بزاف للهواء ياك باش يتنفس، وبقى كيتساءل مع راسو منين كيتكون هذا الهواء، أين يتجلى أهمية هذا الهواء في حياة الإنسان. إذا في نظركم شنو هو السؤال التقصي اللي غادي يجي لي مناسب مع هذه الوضعية ديال الانطلاق؟ سؤال تقصي ونحاول نكتبوه كما عودتكم في واحد الورقة مستقلة. يا سؤال تقصي: ما هي مكونات الهواء؟ ما هي مكونات الهواء؟ ما هي مكونات الهواء؟ وما هي أهميته؟ صافي. إذا شنو هو أو شنو هي مكونات الهواء وفي أين تتجلى أهميته؟ إذا افتراضات، افترض أن الهواء يتكون بالأساس من الأكسجين والأزوت. لأن هذا افتراض. الفرضية الثانية: افترض أن الهواء ضروري لحياة الكائنات الحية. افتراض موالي: افترض أن الهواء ما هو الهواء؟ ضروري لحدوث الاحتراقات. إذا الهواء ضروري باش يحدث لنا الاحتراق، لأنه بدون وجود هواء اللي كيتكون فيه الأكسجين ميمكنش يحدث لنا الاحتراق. صافي. مزيان، إذا السؤال التقصي هو: ما هي مكونات الهواء وما هي أهميته؟ الفرضية اللي اقترحنا: افترض أن الهواء يتكون بالأساس من الأكسجين والأزوت. افترض أن الهواء ضروري لحياة الكائنات الحية. افترض أن الهواء ضروري لحدوث الاحتراقات. وهذه الفرضيات غادي نحدوا الصحة ديالها من الخطأ ديالها بدراسة أنشطة أتحقق. انتبهوا معايا. إذا أتحقق، جو فيغيفي لي كاستيون هنايا، دونك النشاط الأول أون فرونسي. Je lis le document suivant et je réponds aux questions. غادي نقرا هذا لو دوكيمون هذا وغادي نجاوب على لي كيسيون. L'atmosphère est une couche gazeuse. L'atmosphère اللي هو الغلاف الجوي كيتكون من طبقه ديال الغازات اللي كتحيط بالارض. Et elle contient l'air واللي كتحتوي على الهواء اللي كنستنشقوه حنا. L'air est constitué principalement de deux gaz. الهواء كيتكون بدرجه اساسيه من جوج ديال الغازات. Le diazote اللي هو ثنائي الازوت et le dioxygène اللي هو ثنائي الاكسجين. Il contient également de très petites quantités d'autres gaz. كيتكون ايضا من واحد الكميه قليله ديال غازات اخرى. Comme le dioxyde بحال ثنائي اكسيد الكربون، ديوكسيد دو كربون، لا فابور دو اللي هو بخار الماء، et l'ozone اللي هو غاز الاوزون. اذا هذا هو لو دوكيمون اللي قريناه. نجاوبوا على الاسئله. Pourquoi l'air est un mélange؟ علاش الهواء هو خليط؟ لاش كنقولوا الهواء راه خليط؟ بوركوا؟ كار il contient، لانه كيتكون، كار il contient plus d'un constituant، لانه كيتكون من اكثر من مكون واحد، يعني او غاز
انه كيتكون من اكثر من مكون واحد او اكثر من غاز واحد، صافي. اي حاجه كتكون من بزاف، مثلا واحد الخليط ديال الماء والزيت، يعني انا كنسميوه خليط ملي كنخلطوا الماء والزيت، اما ملي كيكون الزيت بوحدو والماء بوحدو ما كنسميوهمش خلائط، صافي. دونك كار il contient plus d'un constituant ou bien plus d'un gaz، صافي. جو تيت لي دو برينسيپو غاز كي كونستيتو لير. غادي نكتب هنايا جوج ديال الغازات المكونه للهواء. الغازات المكونه للهواء عندنا لو ديازوت اي لو ديوكسيجين، صافي. ثنائي الازوت وثنائي الاكسجين، صافي. دوزو النشاط الموالي، النشاط الثاني. أقرأ الوثيقة أسفله وأجيب على الأسئلة. ده الوثيقة هي هذه اللي كتنسجم مع هذه الصورة. دخول نيازك إلى الغلاف الجوي. يبلغ علو الغلاف الجوي حوالي 500 كيلومتر، وله أهمية في استمرار الحياة على سطح الأرض، إذ يحمي الأرض وسكانها من سقوط الأجسام الواردة من الفضاء، أي النيازك، حيث تحترق وتتفتت حين دخولها الغلاف الجوي. صورة رقم واحد. تشكل طبقة غاز الأوزون حزاما وقائيا يمنع الأشعة الضارة الواردة من الشمس، أشعة فوق البنفسجية، من الوصول إلى سطح الأرض. ده العلو ديال الغلاف الجوي كيبلغ 500 كيلومتر. أهمية ديالو تتجلى في استمرار الحياة على سطح الأرض، لأنه كيحمي الأرض والسكان ديالها من سقوط هاد النيازك هادو اللي كتشوفو هنا، مزيان، لأن النيازك كتحرق وكتفتت عند دخولها للغلاف الجوي. تشكل طبقة غاز الأوزون، إذا غاز الأوزون ديك الطبقة ديالو كتشكل واحد الحزام وقائي كيمنع لنا داك الأشعة الضارة، ديك الأشعة فوق البنفسجية، باش توصل لنا للأرض، لأن إلا وصلت للأرض غادي تحدث حرائق وغادي تحدث مجموعة من الأضرار. السؤال الأول، أذكر بعض أخطار النيازك القادمة من الفضاء الخارجي لكوكب الأرض. إلى الأخطار، إذا من بين الأخطار نديرو انفجارات وإحداث حفر، وإحداث حفر عميقة. دن بين الاخطار ديال النيازك انها تحدث لنا انفجارات، وكذلك كدير لنا ثقب او حفر في الارض. كيف يحمي الغلاف الجوي كوكب الارض من اخطار النيازك؟ دن يحمي الغلاف الجوي سكان الارض من سقوط ماذا؟ من سقوط داك النيازك على الارض. دن يحمي سكان الارض من سقوط النيازك حيث تحترق وتتفتت، ديك النيازك كتحترق وكتفتت. اذكر بعض مضار الاشعه فوق البنفسجيه الوارده من الشمس، اذا الاضرار ديال هذه الاشعه فوق البنفسجيه. اذا بين الاضرار انها تسبب امراض واضرار جلديه، اذا على مستوى الجلد جلديه، بحيث ممكن تؤدي الى سرطانات الجلد، سرطانات. سؤال الموالي، كيف يقي الغلاف الجوي من مدار الأشعة فوق البنفسجية؟ كيفاش كيوقي لنا داك الغلاف الجوي المدار أو الأضرار ديال الأشعة فوق البنفسجية؟ إذا يمنع الأشعة الضارة من الوصول إلى سطح الأرض عبر تشكيل ماذا؟ حزام وقائي من طبقة غاز الأوزون. داك غاز الأوزون هو اللي كيشكل داك الطبقة اللي كيشكل واحد الحزام وقائي كيمنع الأشعة الضارة من الوصول إلى سطح الأرض. دوزو الملخص الآن، نكتب معكم الملخص. الملخص غتكون هنايا. لا استخلص، إذا يتكون، تابعوا معايا، يتكون الغلاف الجوي من ماذا؟ يتكون الغلاف الجوي من الهواء، من الهواء الذي يحيط الأرض، داك الهواء اللي كيحيط بالأرض، مزيان. ثم يتكون الهواء من ثنائي، داك الهواء كيتكون من ثنائي الأزوت وثنائي الأكسجين. دن كيتكون من ثنائي الأزوت وثنائي الأكسجين وكميات أخرى أو صغيرة من غازات أخرى، صافي.
وغازات أخرى بكميات صغيرة جدا. الغازات الأخرى بحال غاز الأوزون، بحال لافابور دو، بحال ثاني أكسيد الكربون إلى غير ذلك، يحمي الغلاف الجوي الأرض. إذا كيحميها من ماذا؟ يحمي الأرض وسكانها، سكانها، ويسمح للحياة على سطحها. صافي، يسمح للحياة على سطحها. إذا الملخص هو هذا: يتكون الغلاف الجوي من الهواء الذي يحيط بالأرض، يتكون الهواء من ثنائي الأزوت وثنائي الأكسجين وكميات صغيرة من غازات أخرى. يحمي الغلاف الجوي الأرض وسكانها ويسمح للحياة على سطحها. صافي، دوزو الآن وطبق باش نطبقوا داكشي اللي تعلمنا. وطبق: كم يبلغ علو الغلاف الجوي؟ إذا الغلاف الجوي كما شفنا في الوثيقة اللي قبل يبلغ 500 كيلومتر. صافي، حوالي 500 كيلومتر. كيلومتر، مزيان. السؤال الموالي: هل الغلاف الجوي ضروري للحياة على سطح الأرض؟ وعلي الجواب: هل هو ضروري للحياة على سطح الأرض؟ نعم، هو ضروري من طبيعة الحال. إذا الجواب هو نعم. نعم، الغلاف الجوي ضروري للحياة على سطح الأرض، إذ يحمي الأرض وسكانها. إذا ذاك الغلاف الجوي كيحمي الأرض وسكانها من سقوط الأجسام الواردة من الفضاء. بحالاش؟ بحال النيازك. إذا الغلاف الجوي ضروري للحياة على سطح الأرض. دوزيام كاستيون كي اون فرونسي: لو شيما 2 ريبريزونت لي بروبورسيون دي كونستيتيون دو لير. إذا هاد الشيما هادي كتبين لنا النسب ديال مكونات الهواء. جو كومبليت لا ليجوند افيك سو كي كونفيان. إذا غنكملوا هاد الفراغات بهاد الكلمات هادو: 78% دو ديازوت، 21% de dioxygène et 1% de gaz divers. Donc, on a dit 78% de diazote. On a 21% de dioxygène. Ou 1% de gaz d'hiver, le gaz d'hiver, ça va. Question suivante: je déduis l'élément majoritaire. En synthèse, le mukawin li huwa akbar mukawin fi l'hawa huwa diazote. Le diazote. بالنسبه ديالها 78%. مزيان. La dernière question: j'écris quelques constituants qui forment 1% de gaz divers. غادي نكتب هنايا بعض المكونات اللي كيكونوا داك 1% ديال الغازات اخرى. اذا لو ديوكسيد دو كربون، وشنو اخر؟ عندنا لوزون اي لا فابور دو. صافي، وبهذا غادي نكون كملت الفيديو ديال اليوم اللي كان كيخص صفحة 73 من كتاب المتعلم والمتعلمة من هل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.